السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، اهلا بكم مرة تانية. بعد ما شرحنا وحلينا تمرينات الدرس الثاني في كتاب المعاصر، تعالوا يلا بينا نحل التدريبات اللي موجودة على الدرس الثاني في الوحدة الثالثة في كتاب الباهر. بس قبل ما نبدأ يلا، لو ما كنتش مشترك في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا اول سؤال معانا هنلاقيه في صفحة 113، وطبعا هو بيقول listen and put true or false. المفروض ان انا بسمع وبعد كده اشوف العبارات اللي قدامي دي صح ولا خطأ. بيقول the Nile Delta is in lower Egypt about 20 kilometers north of Cairo. The Nile River spreads out into two branches. These two branches flow towards the Mediterranean Sea. The Nile Delta is the fertile soil between the two branches of the Nile. It stretches from Alexandria to Port Said and it looks like a triangle. طبعا معلش يا حبايبي كان في خطأ بس في التسجيل، يعني بعد ما بدأنا نحل اتضح ان احنا ما كناش بنسجل. تعالى كده بيقول the Nile Delta is in lower Egypt. يا ترى دلتا النيل في الوجه البحري؟ هتقول true طبعا، الكلام ده صحيح. The Nile Delta is about 30 kilometers north of Cairo. يعني بيقول لي ان دلتا النيل على بعد 30 كيلومتر شمال القاهرة. هتقول لا طبعا، وقال لي 20 كيلومترز يعني 20 كيلومتر، يبقى فولز. The Nile River spreads out into two branches، يعني نهر النيل بينقسم لفرعين. هتقولي true طبعا. The two branches flow toward the Red Sea، يا ترى الفرعين دول بيتدفقوا تجاه البحر الأحمر؟ هتقولي لا مستر، the Mediterranean Sea، البحر المتوسط، يبقى دي أكيد فولز، خطأ. تعال نشوف حبايبي يلا السؤال الثاني واللي هنكمل بيه الفراغات. عندنا كلمة ago يعني منذ، وعندنا كلمة depression يعني منخفض، وعندنا كلمة canal يعني قناة، وعندنا كلمة erosion حبيبي بمعنى تآكل أو تعرية. بيقول لي the Fayum A is in the western desert of Egypt. طبعا منخفض الفيوم، يبقى the Fayum depression يعني منخفض الفيوم، هو اللي موجود في الصحراء الغربية في مصر. It was made by wind A about 1.8 million years A. طبعا حبيبي احنا قلنا هو صنع بواسطة تعرية الرياح، فبالتالي هقول it was made by wind erosion، يعني بواسطة تآكل الرياح من 1.8 مليون سنة فاتت، يبقى منذ معناها ago. It's connected to the Nile River by the Bahr Yusuf A. طبعا احنا قلنا هو مرتبط بنهر النيل عن طريق قناة بحر يوسف، فبالتالي هقول بحر يوسف كانال، قلنا الكانال حبيبي يعني مصنوعة بواسطة الانسان. تعالوا مع بعض يلا نشوف سؤالي الاختياري. بقول Egypt is a beautiful، يا ترى city مدينة ولا village قرية ولا country؟ اكيد طبعا country دولة. Cairo is the A of Egypt. طبعا عرفنا ان القاهرة دي عاصمة مصر، طب عاصمة يعني capital. Number 3 بقول ليبيا A to the west of Egypt. طبعا قلنا تقع اسمها lies. Lies to the west of Egypt يعني تقع في غرب مصر. Number 4 بقول the Fayum A is a very special place. طبعا قلنا منخفض الفيوم اسمه the Fayum depression. The Fayum depression. طيب نمبر 5 بقول وادي الريان بارك از اي تو ميني بيردز. طبعا قلنا وادي الريان، حديقة وادي الريان ده متنزه وادي الريان، از اي تو ميني بيردز، قلنا موطن، يعني ايه موطن ليه حبايبي؟ اسمها از هوم تو، ولا هاوس ولا روم. نمبر 6 بقول ذا نايل ريفر سبريدز اوت انتو تو اي، نهر النيل بينقسم لايه؟ هتقول لي لفرعين، طب فين فرعين؟ برانشز، برانشز حبايبي يعني فرعين. Number 7 بقول the Nile Valley، وادي النيل حبايبي is like a lotus E. طبعا قلنا وادي النيل ده شكله زهرة اللوتس، يبقى lotus flower، lotus flower حبايبي اللي هي زهرة اللوتس. طب تعالى يلا بقول this land، الارض دي is good a growing crops، قلنا صالح لي اسمها good for، تاني حبايبي صالح لي اسمها good for. طب تعالى نشوف number 9 بقول we walked a the river. طبعا لما اجي اقول احنا مشينا بامتداد النهر فاسمها we walked along along the river، يعني بامتداد النهر. تعالى حبايبي يلا نشوف سؤال التوصيل اللي مديهولي في صفحة 114. عندنا كلمة flow. flow حبايبي معناها يتدفق، ويتدفق ده قلنا طريقة من طرق حركة المياه، فبالتالي هقول flow
the way water moves، للطريقة اللي بيمشي بيها المية او بتمشي بيها المية. فبالتالي هكتب على 1 B واكتب هنا طبعا B او اوصلها. number 2 بقول لي fertile، قلنا fertile حبايبي بمعنى خصب. تاني fertile بمعنى خصب، قلنا خصب ده يعني الارض اللي هي صالحة لزراعة النباتات. فبالتالي هقول good land to grow plants and crops، يعني ارض صالحة لزراعة النباتات والمحاصيل. فبالتالي هكتب عليها سي. نمبر 3 بيقول لي ريفر بانك. ريفر بانك حبايبي اللي هي ضفة النهر، قلنا ضفة النهر دي الارض اللي جنب النهر على طول وبامتداده. فهقول the land along the side of the river، هكتب على 3 دي. نمبر 4 بيقول لي wind erosion، قلنا تعرية الرياح، قلنا ده الدمار اللي بتسببه الرياح او التغير اللي بتسببه الرياح لشيء معين. فبالتالي هقول when the wind changes or destroys something، لما الرياح بتتغير وتدمر شيء. طبعا يبقى هكتب عليها ايه. اخر واحدة حبايبي بيقول لي كانال. كانال حبايبي قلنا القناة الصناعية، قناة مائية ولكن صناعية. يبقى waterway made by humans، waterway made by humans، يبقى هكتب عليها طبعا ايه. تعال حبايبي كده نشوف القطعة مع بعض. قول Egypt is a very beautiful country، مصر بلد جميلة. The Nile runs through the country until it reaches the Mediterranean Sea in the north، بقول ان نهر النيل بيجري فيها لحد ما يوصل للبحر المتوسط في الشمال. Cairo is the capital of Egypt، والقاهرة عاصمة مصر. It's a modern city in lower Egypt، دي مدينة حديثة في الوجه البحري. Libya lies to the west of Egypt and Sudan lies to the south، ليبيا بتقع في غرب مصر والسودان بتقع في الجنوب. The Red Sea lies on Egypt's east coast، يعني البحر الأحمر بيقع على الساحل الشرقي. The Fayum Depression is a very special place، يعني منخفض الفيوم مكان مميز جدا. As it's an oasis with the biggest waterfalls in Egypt، طبعا دي واحة، واحة فيها أكبر شلالات موجودة في مصر. It had the huge وادي الريان بارك، فيها حديقة وادي الريان الكبيرة. Which is home to many birds and animals، يعني موطن لكثير من الحيوانات والطيور. There are also fossils of whales، بيقول ان فيها كمان حفريات لحيتان. Fayum has lakes and amazing sites all in one place، بيقول لي ان الفيوم فيها بحيرات واماكن كتير جديرة بالمشاهدة، كل ده في مكان واحد. تعال نشوف حبايبي يلا الأسئلة اللي هو مدهالي. بيقول The Nile reaches the Mediterranean Sea in the، طبعا قلنا البحر المتوسط فين حبايبي؟ برافو عليكم. In the north، يعني في الشمال. اللي بعدها بيقول There are fossils of A in الفيوم depression، طبعا قلنا الحفريات اللي موجودة بتاعت ايه؟ برافو عليكم. Whales يعني حيتان. طب تعال نشوف يلا نمبر 3 بيقول Where does Libya lie، يعني فين بتقع ليبيا حبايبي؟ هتقول لي it lies، يعني بتقع to the west of Egypt، يعني بتقع في غرب مصر. number 4 بقول لي what's وادي الريان home to، يعني وادي الريان ده موطن لإيه؟ طبعا حد شروط انسر واقول many birds and animals، احنا قلنا حبايبي هو موطن لحيوانات وطيور كتير. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال الترتيب واخر سؤال معانا في الدرس بتاعنا. بيقول لي Egypt beautiful is country، طبعا عايز اقول ان مصر بلد جميلة، اذا هقول Egypt مصر. فقالي بتاع is، الصفة اللي بتيجي الاول طبعا، طالما في هجيبها قبل الصفة، فأقول A beautiful country، يعني مصر بلد جميلة أو دولة جميلة. تعال نشوف number 2 there is Egypt Nile Delta in lower، طبعا عايز أقول إن دلتا النيل في الوجه البحري، يبقى هقول the Nile Delta is in lower Egypt، يعني في الوجه البحري من مصر. تعال نشوف number 3 spreads، تنقسم او تنتشر. the Nile river،
يعني نهر النيل. تو اتنين اوت انتو برانشز، عايز اقول ان نهر النيل بينقسم لفرعين اتنين، بقول ذا نايل ريفر سبريدز، ده الفعل بتاعي. طب سبريدز بتاخد حرف الجر اوت، وبعدين اقول انتو الى تو branches، يعني بينقسم لفرعين اتنين. Thank you very much for watching, but don't forget like, share, subscribe, and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لو عجبتك الحلقة شير لكل زمايلك، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. استنونا في حل تدريبات الدرس الثالث، بس شكل ما قلنا بعد ما نشرح الدرس وكمان نحل عليه من كتاب المعاصر. Goodbye. السلام عليكم.